هالمعرض صار عنده أهمية كتير كبيرة وصار منتظر كل سنة من قبل كل مصمم لبناني ناشئ أما استابلشت وصار له فترة يعني بالدومين. برمضان دايما العالم بتحب لما تروح على سحور او فطار تكون لابسه شيء مرتاح ومرتب، سو دايما بيلتجوا اكثر للعبايات. الاكسسوار شغله مكمله برمضان خاصه خلال سهرات السحور او الافطارات، فعندك تشكيله واسعه لها علاقه برمضان. انا لإلي الاكسسوار شيء كثير كثير مهم برمضان، مع الدراريه مع الجلابيات مع العبايات، بيعطي جو رمضاني يلي هيك بتحسي حالك فايتي وكلك ثقه بحالك. بتحسي انه بدك تختاري الوان رمضان بدقيه لحتروحن البنت الانسان صايم ويفتح نفسه على الاكل، حلوين على الطاوله يعني كثير بيعطوا فريشر وجو رمضاني حلو. اكثر شيء الاغراض متخصصه لرمضان بشتغل على قصص تكون عمليه وبنفس الوقت حلوه على الطاوله تنبسط فيها ست البيت يعني وقت تضيف فيها. هالقصص مطلوبه بلبنان كثير، بالبلاد العربيه كثير، وبلشت بيوروب وبالبلاد الاجنبيه يحبوها لانه بحبوا الاورينتال. عندي كتير ايتمز بجرب اعمل للسفره للبوفيه للاكل للسخانات للتمر والجوز واللوز. حل شهر رمضان المبارك ضيفا مرحبا به على منصه المواهب في اسبوع المصمم الذي تحول الى فسحه ابداعيه لطاقات تخطو باتجاه النجاح. دراجة غفاري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.